طيب الله أوقاتكم مشاهدين الأعزاء بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من صحتك في رمضان. السكري المرض الذي يوصف بالصديق، كيف لمريض السكري أن يتجنب ارتفاعه وانخفاضه خصوصا مع تغير مواعيد وأنظمة الأكل في رمضان، وما الواجب عليه اتباعه خلال الصيام؟ لنتابع. داء السكري. السكري متلازمة تتصف باضطراب الاستقلاب وارتفاع شاذ في تركيز سكر الدم الناجم عن عوز هرمون الإنسولين، أو انخفاض حساسية الأنسجة للإنسولين، أو كلا الأمرين معا. فإذا كنت مريضا بالسكري وتخطط للصيام خلال شهر رمضان المبارك، فإنه من الضروري أن تستشير فريق الرعاية الصحية الذي يتولى علاجك من السكري قبل دخول شهر رمضان بمدة كافية، وذلك لأن الصيام قد يكون خطيرا على بعض مرضى السكري، وسوف يوضح لك الطبيب المعالج ما إذا كان بإمكانك الصيام بأمان خلال شهر رمضان. فإذا كنت قادراً على الصيام، فإن الطبيب سوف يقدم لك النصائح والإرشادات اللازمة حول كيفية إدارة حالتك طوال شهر رمضان المبارك لضمان صيام أفضل وبصحة جيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بادي ذي بد نتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات لشعبنا اليمني بمناسبة قدوم شهر رمضان، ونتمنى من الله العلي القدير أن يمن على هذا الشعب بالأمن والاستقرار وأن يتقبل صومنا وسائر أعمالنا. بالنسبة لموضوعنا داء السكري، يعتبر داء السكري من أوسع الأمراض انتشارا في أوساط مجتمعنا اليمني، ويقص ويعرف بأنه ارتفاع في معدلات السكر نتيجة لغياب هرمون الأنسولين أو لعدم فعاليته في أداء مهمته. ويقسم داء السكري إلى عدة أقسام: سكر أولي، وسكر ثانوي، وسكر حملي، ما يحصل في وقت الحمل. السكر الأول والأكثر انتشارا ويقسم إلى قسمين، قسم يسمى النوع الأول والنوع الثاني. النوع الأول يعرف بأنه يحدث نتيجة لغياب الأنسولين، نتيجة لالتهاب أو تهدم خلايا جزر لانجرهانس في البنكرياس، اللي هي خلايا بيتا المسؤولة عن إفراز الأنسولين، ويمثل 10% من داء السكري الأولي. النوع الثاني وهذا يمثل 90%، وسببه في الغالب يكون عدم فعالية الأنسولين. بالنسبة للأعراض، أعراض داء السكري، قد مريض السكري يأتي بدون أي أعراض، أو يأتي بأعراض منها إيش؟ في 10%، بول زيادة، تبول زيادة، شرب مي زيادة، ونهم في الأكل، أو قد يأتي بالمضاعفات. مضاعفات السكر قد تكون مضاعفات حادة وقد تكون مضاعفات مزمنة. المضاعفات الحادة التي تسمى غيبوبة سكر نتيجة لارتحمضة كيتونية أو ارتفاع جامد في معدلات السكر، أو نتيجة لنقص السكر، أو مضاعفات مزمنة وهذه نتيجة لاعتلال الأوعية الدموية، وتؤدي إلى اعتلال في الأعصاب، اعتلال في الكلى، واعتلال في شبكية العين، أو الاعتلال في الأوعية الدموية الكبيرة فيعمل لنا ما يسمى بالذبحات الصدرية واحتشاء عضلة القلب، أو اختلال في وظائف الشرايين الطرفية. وكما توجد مضاعفات غير شريانية كعدم التئام الجروح بسرعة، أو التهابات متكررة خاصة في النساء، التهابات في المهبل، التهابات في مجاري البول، التهابات في الصدر وغيره. يتم تشخيصه غالبا مخبريا، كان في سكر الصائم فوق معدل طبيعي يكون اكثر من 126 ملي جرام لكل ديسيلتر، او يكون السكر اللي هو العشوائي اكثر من 200 ملي لكل ديسيلتر مع وجود اعراض اللي هي تبول الزياده مع شرب المي بزياده مع الاكل بشراهه، او اللي هو قياس ما يسمى بالهيموجلوبين السكري ولو في معدلات معينه، اذا ارتفعت فوق المعدلات الطبيعيه يشخص المريض على انه داء السكري. وبهذه المناسبه ونحن في شهر رمضان الكريم، نحب ان نوجه بعض النصائح لمرضى داء السكري.
في البداية حدد من الناس الذين لابد أن يفطروا، ممنوع عليهم الصيام، وفي كاتيجوري الناس اللي ممكن يصوموا ممكن يفطروا، وفي ناس ممكن إيش يصوموا. الناس الممنوع عليهم الصيام طبقا لما أقرته جمعية السكر العالمية وأقره المجمع الفقهي المصري الأزهري، مجموعة من المرضى لابد أن يفطروا، ممنوع عليهم الصيام. وهم السكر النوع الأول اللي المكتشف في صغار السن 15 وما فوق وأقل، لابد أن أيش، لابد أن نضبط السكر تماما، وإذا أرادوا أن يصوموا لابد أن يصوموا تحت إشراف طبي متكامل. الثاني مرضى السكر الحوامل، أي امرأة حامل وعندها سكري ممنوع عليها الصوم، أو أولئك الناس أولئك المرضى الذين يعانون من ارتفاعات شديدة في السكر أو انخفاضات شديدة في السكر، ففي صيامهم هنا قد يشكل خطورة عليهم، أو أولئك المرضى الذين المصاحب المتقدمين في المرض والذين عندهم مضاعفات أيا كانت المضاعفات في القلب أو في الكلى أو في الشبكية، فيمنع عليهم الصيام. بالنسبة للناس الذي ممكن يصوم وممكن ما يصوموش، الناس بعض اللي هو في السكر النوع الثاني والذين سكرهم مضبوط تماما على أقراص السلفونيلوريا، ذو ممكن يصوموا ممكن إيش ما يصوموش. أما الذين يحق لهم أن يصوموا الذي يمكن أن يصوم بدون حدوث أي مضاعفات، فهم أولئك المرضى النوع الثاني المتضبطين على أقراص منظمات السكر كالميتفورمين والجلاتازونز والسيتاكريتينز، ذول ممكن يصوموا إن شاء الله بدون أي مشاكل. بالنسبة لبعض الأخطاء التي قد تحصل بالنسبة لمرضى السكري، أولاً بعضهم يلجا الى انه يقلل كميه الايش السكريات، فهؤلاء لما يقلل كميه السكر عشان ما يرتفعش السكر في وجهه نظره فيحصل لهم ايش هبوط في السكر، او يضطروا انهم ياكلوا سكريات زياده علشان يعوض نقص السكر، يقول لك ممكن بالصيام ينقص السكر، يدخلون في جفاف وممكن يدخلون في غيبوبه ايش سكريه. الناحيه الثانيه اللي ممكن من الحاجات اللي هي الاسراف في الايش الماكولات السكريات اللي هي الشراب في رمضان، التمر بإسراف جامد قد يؤدي إلى ارتفاع جامد في السكر الدم ويحصل لهم غيبوبات سكرية. من النصائح المهمة التي لابد المرضى السكر إنه في السحور لابد إيش يتأخر السحور إلى قبل إيش الفجر، ما يبكرش في إيش في السحور، وأن يكون الإفطار تبعه إفطار إيش متوازن، يفطر على من تمرة إلى تمرتين من تمرتين، وأن يقلل وأن يشرب مي وشرب الماء من كوب إلى كوبين حتى يعوض ما هو، وأن يوزع الأكل على إيش البروتينات والنشويات بالصورة والدهون مع فاكهة وخضار بشكل إيش متزن. وأخيرا نتمنى لكم إن شاء الله صوما مقبولا وإفطارا شهيا. وصلنا وإياكم مشاهدين الأعزاء إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى لكم جميعا صوما مقبولا وإفطارا شهيا. شكرا لمتابعتكم، كما الشكر موصول أيضا لمستشفى المنار التخصصي محافظة إب. ألقاكم غدا في نفس الموعد، إلى اللقاء.